أنا منال بدر، عاملة عملية تكميم مع دكتور محمد ضياء سرحان، بقالي سنة وثلاث شهور عاملاها. كنت بفكر في العملية قبل كده علشان خاطر صحتي كانت تعبانة جدا من السمنة وأمراضها وملحقاتها، ألم مفاصل، ألم في دماغي وفي رجلي، ضغط عالي، سكر عالي، وصل بيا لارتشاح في المخ. بقيت أعمل عملية كل أسبوع، بزل من الظهر، فكنت تعبانة مش قادرة أتنفس ولا قادرة أعيش حياة طبيعية زي الناس. فكان كل هدفي ان انا اعيش، مش ان انا اخرج واتفسح واجري او اعمل اي حاجة تانية. بعد العملية الدنيا اتغيرت، اتخلصت من الادوية اللي كنت باخدها، الانسولين اللي كنت باخده كل يوم، ان امشي بشنطة الادوية في كل مكان، ان امنع الاكل، امنع العملية ما هياش حرمان من اي حاجة، احنا بناكل كل حاجة وعايشين كويس بصحة الحمد لله، والفضل يرجع للدكتور محمد ضياء سرحان. انا من بعد العملية ربنا كرمني وبقيت عايشة زي اي حد طبيعي، مش حاسة ان انا مريضة او ان انا عندي حاجة، والحمد لله على كل حال.